المربي أيها الإخوة عندما يجلس مع مريديه ليرشدهم ليعلمهم يجب عليه أن يعتقد أن كل واحد منهم خير منه. ينبغي لا أن يصطنع هذا الصناع، لا 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 أبدا، بل ينبغي أن يعتقد أنه شر منهم وأن كل واحد منهم خير منه. قد يقول قائل منكم كيف السبيل إلى هذا؟ يعني أنا أرى نفسي مستقيما أخدم دين الله، أبذل وقتي كله للعمل في سبيل الله سبحانه وتعالى، طيب وغيري؟ أنا أرى أنهم يعني مشغولون بدنياهم بأهوائهم بملاذهم، كيف السبيل إلى أن أعتقد أنهم أفضل مني؟ نعم السبيل سهل، ألم يستر الله خفاياهم عنك؟ بلى. طيب ألا تعلم أنت سريرتك؟ بلى. هل أنا أضرب مثلا بنفسي، أنا أعلم سريرتي، أنا عندما أعود إلى داري وأجلس فأستعرض خواطري التي مرت بي من الصباح إلى المساء، أتبين بعدي عن الله، أتبين أنني إنسان تافه، وأن الظواهر الألق التي تتبدى علي في كلام جميل أقوله في كتابات أدافع بها عن الإسلام، كل هذا لا يغني أمام الخفايا. إذن أنا أستطيع أن أعلم أن مكانتي متدنية، في حين أننا عندما أنظر إلى عباد الله لا أجد إلا ظواهرهم، ظواهرهم تنبئ أنهم مستقيمون، تنبئ أنهم متعبدون، تنبئ أنهم يحبون الله ورسوله، وإلا لماذا ازدحموا واجتمعوا في هذا المكان؟ نعم ظواهرهم تنبئ بذلك، وهذا مما ييسر لي أن أحسن الظن بهم وأن أسيء الظن بنفسي. وهكذا كان الربانيون إذا جلس أحدهم مرشدا بين تلامذته كان يرى أنه في الظاهر أستاذ لهم وأن كل واحد منهم في الباطن هو أستاذه ومرشده. ولقد قلت لكم أن عالما من كبار علماء الشريعة وكان مرشدا من كبار مرشدي الطريق كان إذا جلس إلى مريديه، هو كان نقشبنديا نزع لختم النقشبندية أو نحو ذلك، أخذه ربما مثل الحال وأقسم قائلا والله إنني لأجزم أن كل واحد منكم خير مني، لكن الله أقامني في هذه الوظيفة فقلت، وظيفة أقامني الله عز وجل عليها فقلت بها. هكذا ينبغي أن يكون شأن المرشد. نعم لذلك أنا أقول لكم أيها الإخوة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كثيرا ما آتي إلى هذا المكان ولا أعلم ما الذي أقول، أعلم الموضوع الذي سأتناوله ولا أعلم منفذا إلى كلام في هذا الموضوع، فإذا جلست واستعنت بالله ونظرت إلى الوجوه التي أمامي أكرمني الله عز وجل وألهمني، وأنا أعلم يقينا أن هذا الإلهام الذي يأتيني إنما يأتيني بفضل هؤلاء الجالسين، أعلم أن فيهم أولياء صالحين ينفعني الله عز وجل به. نعم هذا واقع، هذا هو الواقع، وهكذا ينبغي أن يكون شرعا.